السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، مع لقائنا المتجدد معكم ضمن برنامج التحليل الإحصائي باستخدام البرنامج SPSS. هذا البرنامج الإحصائي اللي استمرينا معكم على طول هذه الفترة من الحلقات، والآن نحن مع الحلقة 13. نعود ونكمل ما انتهينا منه في الحلقة السابقة، وهي الرسومات البيانية أو التمثيل أو الجرافيكس البياني، وأخذنا حقيقة نوع واحد بسيط وهو نوع البيانات السمبل البسيطة، عندما شفنا بالضبط ما علاقة الدخل أو الرواتب مع متغير نوعي اللي هو مثلا الجنس أو المؤهل العلمي، كان على وجه التحديد في مثالنا الموجود أمامكم في المحاضرة. ونوعنا بالاختيارات. اليوم أحاول أن أغطي نوع آخر من الرسم البياني، وننتقل فيما بعد الإعازات الإحصائية لنحاول أن ندخل مباشرة، أن نأخذ نحاول في الحلقات الأخيرة أن نغطي بعض التحليلات الإحصائية والإعازات الإحصائية، أو كيف استخدام تلك التحليلات ضمن هذا البرنامج، بعد أن أصبح لدينا الأساس القوي جدا في السيطرة والتعامل والتنقل وكل ما هو لازم في هذا البرنامج كأرضية صحيحة من خلالها تنطلق وتقوم بعملية الاستخدام التحليل الإحصائي. في الحقيقة نحاول أن نغطي الآن رسومات كثيرة، نحاول بقدر الإمكان أن نغطي البعض منها. هنا يوضح لنا تنقل ما بين البيانات على أساس الرسم، على أساس مدرج تكراري أو على أساس أعمدة بيانية أو على أساس رسومات. حقيقة هذا أيضا اختيارات أخرى ينوع لك في استخدام الكلاستر. احنا المرة السابقة استخدمنا السيمبل، في الحقيقة استخدمنا السيمبل. الآن من الممكن أن نتعرف مع رسم أخير قبل أن ننتقل للتحليلات الإحصائية، وهي أعمدة بيانية، ولكن هذه الأعمدة سوف تكون عبارة عن مجموعات متعددة، لذلك يطلقون عليها بالكلاستر بار تشارت، بينما المرة السابقة كان فقط هو عبارة عن سيمبل ليس إلا. ومثال على ذلك يطلب من عندنا إنشاء أعمدة بيانية تمثل متوسط الرواتب في بداية العمل لكل فئات الخبرة طبقا للمؤهل العلمي. لاحظ هنا نوع من الشوية التراكم أو طبقات في الرسم، وذلك ما كان عندنا الاختيار سيمبل. اختيار الكلاستر هو اللي حقق له هذا الشيء، أن نختار أعمدة بيانية. هاي الأعمدة هي في الحقيقة راح تمثل لنا المتغير الكمي، واللي هو في مثالنا الموجود، ودائما على مدار الحلقات نستطرق أو نلقي الضوء على هذا المثال اللي هو متوسط الرواتب في بداية العمل ولكل فئات الخبرة، ولكن طبقا للمؤهل العلمي. هنا نضطر أن نلجأ إلى الكلاستر با، بمعنى تصنيف متوسط الرواتب في بداية العمل بناء على شيء وهو متغير المؤهل العلمي، والذي يسمى بالمتغير التصنيفي أو النوعي، ثم بعد ذلك تصنيف هذه المجاميع على أساس الخبرة. يعني هنا داخل تقريبا متغيرين نوعية مع متغير كمي، بينما بالسيمبل كان عندي متغير كمي وأريد أشوف علاقته بالمتغير النوعي. هنا تقريبا متغير كمي مع متغيرين، نقدر نستطيع القول كذلك مع متغيرين نوعيين. والخطوات المتبعة عزيزي الطالب لإنشاء مثل هذا الرسم هو التالي: أن نختار من الجرافس اللي نختاره من القوائم، ثم يطلع لنا مربع الحوار اللي تطرقنا له كثيرا حقيقة في المحاضرة السابقة. يطلع لنا مربع الحوار التالي اللي هو يسمى بالأعلى بالعنوان بار تشارت، أن نختار ثم مو سيمبل الكلاستر، ومن الكلاستر حقيقة نختار السيمرايز فور جروبس، summarize for groups of cases. نفس الاختيار الحقيقة حتى في السيمبل، لكن الاختلف عندي انه هنا كلاستر، عندي كلاستر
متغير كمي اريد اشوف علاقته بمو متغير واحد لا بمتغيرين نوعين. ومن هنا نقوم بعملية الضغط على الديفاين بعد اختيار السمرايز فور جروبس اوف كيسز نختار الاختيار الخاص بالسمرايز باختيار الديفاين حتى ينقلني الى مربع حوار يمكنني من اختيار الحقيقة البارامترز الرئيسية اللي تمكنني من رسم مثل هيجي حالة. فإذا تلاحظ عزيزي الطالب انظر كما قلنا ان المتغيرات مالتك مال داتا فيو الموجودة عندك اللي تتعامل وياها بياناتك موجودة على اليسار ننقل بنقل المتغير الكمي اللي هو الرواتب ومباشرة الى الاذر سمري فاكشن مثل ما فعلنا في الحلقة السابقة باختيار الرسم السمبل وليس الكلاستر. فينتقل في اوتوماتيك يطلع لنا قلنا الدالة هي دالة واحدة من دوال الاحصاء الوصفي وهو الوسط الحسابي وباستطاعتك ان تغير هذه الدالة الى دوال اخرى كالانحراف وغيرها من الدوال الاحصائية الاخرى عن طريق change summary. لكن خلينا الان نتناول الوسط الحسابي للمتغير الكمي. ثم عندي اصبح متغيرين بينما هناك متغير نوعي واحد الان متغيرين نوعية. شوف الكاتيجوري اكسس اعطاك مجال لان تنقل متغيراتك النوعية الموجودة باليسار تنقلها إلى اليمين. وكما نلاحظ عزيزي الطالب هنا الكاتيجوري اكسس الأول المؤهل العلمي ثم المتغير قلنا طبقا للخبرة. يعني لاحظ أنه إحنا جاي ننشأ حقيقة رسم أو أعمدة بيانية تمثل متوسط الرواتب في بداية العمل طبعا لكل فئات الخبرة طبقا إلى المؤهل العلمي. ثم نكمل عزيزي الطالب الخطوات ثم ننقل المتغير الموجود في اسفل الفاريبل والمتغير المؤهل المستطيل اسفل الكاتيجوري اكسس والمتغير الخبره ايضا مثل ما شرحت لكم قبل قليل. ومن ثم نضغط بعد اختيارات هذه حقيقه باستطاعتك الان ان تنفذ تضغط على اوكي فتحصل على رسم بياني عباره طبعا عن شارت وهذا الشارت من خلاله ممكن ايضا كما ذكرت الملاحظه السابقه في الحلقه السابقه مع رسم السيمبل الخاص بالاعمده البيانيه البسيطه انه ممكن ان تغير الخط الفونت وبعض التغييرات اللي ممكن كحجم الرسم تكبر الزغره من خلال الضغط مرتين على الرسم. لكن انا اللي يهمني اريد اركز على الرسم هذا الرسم حقيقه عزيز الطالب بعد الضغط على الاوكي راح يطلع معك هذا الرسم وبكل وضوح. لاحظ انه الشهادة أو المؤهل العلمي هو محور أفقي ومع جو المؤهل وذاكلك المؤهل العلمي. إذا السيني أو المحور الأفقي أو الأكس مثل ما نقول هو المؤهل العلمي بينما الواي أو العامودي أصبح هو متغير الكمي متغير الرواتب. ولكن هنا اختلف عن السمبل بشيء بسيط وهو عامل الخبرة دخل متغير نوعي آخر. فالمتغير النوعي الاخر راح تلقيه هو ضمن هاي الالوان الاحمر والاخضر والازرق. فتلاحظه بالداخل ضمن كل شهاده ضمن كل متغير نوعي الاول المؤهل. يعني انت عندك الان المؤهل في بياناتك عباره عن اثنين مستويين اللي هو الدبلوم والبكالوريوس. الدبلوم والبكالوريوس. وتلاحظ عزيزي الطالب يعني هنا الدبلوم يتضمن في داخله ولذلك سميناه كلاستر. هنا مو سمبل بسيط يظهر بكل بساطة لا هنا راح نشوف أكثر من أعمدة كلاستر متعددة وحدة بجنب الأخرى تظهر ضمن كل متغير يعني متغير نوعي بداخله متغير نوعي آخر. فشفنا المتغير النوعي الأول اللي هو الشهادة المؤهل العلمي في الدبلوم والبكالوريوس. فالدبلوم في الخبرة والبكالوريوس أيضا طلعت لنا هناك أعمدة الخبرة. فحتى نشوف هنا حقيقة على مثالنا العملي الواقعي أنه شقد متوسط الرواتب المن للي شهادتهم دبلوم وفي نفس الوقت يميز لك ويبين لك متوسط الرواتب ضمن شهادة الدبلوم لكل خبرة من الخبرات اللي عندك في بياناتك. فخبرته الخبرة اللي ببياناتك موجودة عبارة عن ثلاث مستويات اللي المعلمين اللي اقل من 5 سنوات والمعلمين اللي من 5 إلى 10 سنوات والمعلمين اللي هم اكثر من 10 سنوات مثل ما تلاحظ الرسم التوضيحي الواضح جدا عزيزي الطالب. تلاحظ اذا هناك متوسط الرواتب للدبلوم هو
أصبح مفصل على شكل كلاستر أعمدة متعددة، بحيث أنه عندك الدبلوم واللي خدمتهم أقل من 5 سنوات متوسط رواتبه 385,000 دولار. المهم أيضا الدبلوم واللي باللون الأخضر هم خبرتهم 5 إلى 10 سنوات متوسط رواتبهم 350,000، وثم الدبلوم وتجيك الخبرة اللي باللون الأزرق هي للمعلمين اللي خبرتهم أكثر من 10 سنوات أصبحت 400,000. واضح الرسم جدا. وهكذا نفس التفسير عزيزي الطالب يكون بالنسبة إلى البكالوريوس فما فوق. وهكذا الرسومات كثيرة ومتعددة جدا ممكن أن نستفاد منها. هنا أيضا يوضح لنا بعض الأمور الخاصة بمقارنة بين الأفراد أو ظهور رسوم وممكن تعديل عليها. هنا طبعا الدائرة البيانية، كيف ممكن حقيقة أن ترسم الدائرة البيانية بعد أن تنقل المتغيرات ضمن اختياراتها الصحيحة، ومن خلالها تطلع لك النتائج التالية ضمن تقسيمات. هنا يبين لك مثلا المهنة المدير ايش قد نسبتهم، ايش قد عددهم بالضبط، الكاتب بعينتك ايش قد، ولا كاتب صفر ايش قد نسبة، الحارس ايش قد عددها 7 نسبتهم ايش قد 31.8 وهكذا. هذه متغيرات تقريبا اخذها عينة حقيقة للرسومات البيانية الموجودة في هذا البرنامج او في هذه المحاضرات بالذات. أخذ لك عينة معينة واللي هي واسعة حقيقة ومتعددة الرسوم البيانية سواء على الجانب الوصفي أو الكمي. فتناول لك الأعمدة البيانية ما تكون بسيطة سندر وهي ما تكون كلاستر، وحتى أيضا هناك اختيارات أخرى متعددة وأدفانس. لكن هنا أيضا ضرب مثال آخر وهي الدائرة البيانية، أيضا علمك بالخطوات الرئيسية. ما نريد نتناول كل شيء حتى نحاول أن نستفاد من التحليلات الإحصائية أكثر من الرسوم. هنا مثلا إنشاء مخطط للوحة الانتشار، كيف يوضح العلاقة ما بين متغيرين. إذا عندك متغيرين كمية على سبيل المثال ممكن أن توضح العلاقة بيناتها، وهذا الموضوع متعلق بالتحليلات الإحصائية بالكوريليشن بالارتباط. بالارتباط أخي الطالب راح تشوف أنه شون العلاقة تصير ما بين المتغيرين كمية أو حتى كمية ووصفية. أيضا ممكن أن تشيل لها رسم، وأني ذكرت ملاحظة مهمة لازم نتذكرها، انه ممكن الرسم تلقي بقائمة منفصلة اللي هي جرافس. شلون احنا نختار من شريط القوائم الرسم البياني او التمثيل البياني او الجرافس، راح تطلع لي اوامر ومن خلالها اختار الرسم المناسب لمتغيراتي. لكن ايضا عندك امكانية ان تقوم باختيارات معينة اخرى حقيقة في الرسومات الاخرى من خلال اللعازات الاحصائية. شوف سامي ذكرني الارتباط، والارتباط هنا من راح تروح الارتباط ايضا يمكنك من رسم العلاقة. حتى في الاحصاءات الوصفية الان من راح نشوف الفريكونسيز كيف تطلع تكرارات او تحسب الاحصاءات الوصفية الجروستاب غيرها، كلها راح تتمكن ان تصف المتغيرات النوعية مالتك او الكمية، ومن خلال نفس الاعازات الاحصائية نفس قاعدة البيانات راح يمكنك من اختيار رسوم ميانية نفس الشيء المناسبة لها. لاحظ هنا يعني حاول يذكرك شلون ترسم العلاقة رغم احنا بالارتباط نقدر نشوفها. مثال: انشئ لوحة انتشار التي توضح العلاقة بين الراتب في بداية العمل والراتب وين في نهاية العمل مع رسم خط الانحدار. يعني هنا راح يوضح لك العلاقة وترسم خط. طبعا هذا موضوع الانحدار موضوع احصائي واسع ومهم جدا نحاول نشير له الان، ولكن اذا نقدر نلحق أن نأخذ الانحدار أيضا نوضح لكم إياه من خلال الإعاز الإحصائي المناسب والقاعدة مالته المناسبة اللي تنطلق منها. إذا مثالنا هنا خلينا نقول أنشئ لوحة انتشار، يعني العلاقة ما بين متغيرين، توضح العلاقة ما بين مثلا هنا الراتب في بداية العمل والراتب في نهاية العمل. يعني إيش يصير بين الراتب ما بداية العمل؟ هل الراتب في بداية العمل إذا كان عالي هل نهاية العمل أيضا؟ بس على شكل رسم ويوضح لك علاقة الارتباط. الحل مالته من خلال القائمة جراف، قلت لك من خلال جراف القائمة الرئيسية نختار هنا مو مثل اختياراتنا الأخرى سيمبل وكلاستر، لا تختار سكتر فيظهر مربع حوار بثلاث رسومات 4 رسومات السيمبل الماتريكس 3D الأوفرلي، كل هذه تمكنك من رسوم انتشارية مختلفة تناسب الموضوع الإحصائي الخاص بك. ومن ثم حقيقة بعض الضغط على سيمبل، لأن احنا هسه راح ناخذ السيمبل حتى نوضح لكم إياه كلش كافي. نضغط على سيمبل ثم نضغط ديفاين فيظهر مربع حوار
واضح. وأذكرك أنه أي مربع حوار في الـ SPSS هو مربع حواري، هو شات بينك وبينه، تقدر تعطي أوامرك وينفذك. إذا نضغط على سمبل فيظهر مربع الحوار أمامك الأساسي، تنقل المتغيرات كما قلنا من الجهة اليسرى اللي هي متغيراتك إلى الجهة اليمنى. ومثالنا واضح لو أرجع شوية، هو يريد لوحة انتشار للعلاقة ما بين الراتب في بداية العمل والراتب في نهاية العمل. وبالتالي أنا أقدر الآن أوضح هذا الشيء بنقل الراتب المتغير، الراتب في بداية العمل من الجهة اليسرى إلى اليمنى تحت الواي، وأيضا المتغير الآخر تحت الأكس. ليش اكس واي؟ هنا ارتباط. شوف انت دراستك وين، ايهما متغير اكس وايهما متغير واي، وهذا له علاقه بالارتباط والانحدار. بعدين نقدر نشرح لكم ونوضح لكم شنو الاكس والواي، ولكن الان ان نقلت المتغير الحالي في متغير اكس والواي حطيته، يعني عكست الاكس في واي والواي في الاكس المتغيرات، يعني الراتب الحالي هنا حليناه بواي، اذا خليته باكس لا بس، لان هذا يطلع لي ارتباط علاقه سواء هذا الاول هذا الثاني، لا بس به ماكو مشكله. هذا الامر يظهر جلي واضح مع متغير عندما نستخدم تحليل او لعازات احصائيه الخاصه بالانحدار. اذا بعد ان قلنا نقدر الان بعد نقل هذه المتغير نضغط مباشره اوكي من مربع الحوار التالي، راح يظهر لنا الرسم الانتشاري التالي اللي يوضح لك العلاقه ما بين المتغير الحالي والمتغير الاولي، يبين لك العلاقة، والعلاقة واضحة. شوف من نقاط الانتشار رغم انها مو موضوعنا الارتباط الان، لكن لا بس انا امر عليه هنا حتى ممكن بالارتباط يصير علينا الوضع اسهل، يعني بالشرح انه عندكم فكرة اولية عن الارتباط. نلاحظ انه العلاقة ما بين المتغير للراتب الحالي مع الاولي هي علاقة تكون شبه طردية او طردية. ليش؟ لانه كل ما يزيد الراتب في بداية العمل أو كل ما أنها هناك زيادة في الراتب في نهاية المدة، يعني العلاقة يبدو طردية. هذا ما نفهمه وما أقدر أسهب كثير في هذا الموضوع أخويا عزيز الطالب، أقدر نوضح لك هذا الأمر بعدين من خلال إعازات الارتباط. نلاحظ ايضا طبعا هنا يقول لك بالضغط على الرسم مرتين حتى يعمل تنسيقات، وقلنا احنا بالعربي يفضل ما، فهنا كاتب العربي طلعت العبارات ربش غير واضحه، وبالتالي تقدر تعالج هذا الامر مثل ما وضحنا سابقا. ما اريد نطيل، ننتقل. نلاحظ ايضا ينطلب من عندنا رسم خط الانحدار، وهذا خط الانحدار واضح جدا الرسم، وكيف هذا كله نقدر نتناوله ضمن الانحدار، لكن وضحنا الان لكم الرسم عندما يكون على شكل انتشار العلاقه ما بين متغيرين. حقيقة الآن أريد هو هنا أريد أوصل، نحاول في هذه المحاضرة أنه حتى لا يفوتنا الوقت نقدر نستغل الوقت في أن نبين التحليلات الإحصائية. هسه راح نبدأ بالإحصاء واستخدامات قائمة الأنالايز الأساسية اللي وضحناها بالبداية، هي اللي تختص بكل التحليلات والأوامر والإعازات الإحصائية الخاصة، هي لبة الإحصاء حقيقة. أما كل ما مضى هو أمور أخرى ثانية، يعني سواء قائمة الفايل أو الإديت أو الداتا أو الجراف أو الويندو أو الهيلب أو 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 إلى آخره، وترانسفور هي تساعدك وساندة لبياناتك وعلاج البيانات والسيطرة على الداتا والتعامل مع البرنامج وهكذا. إذا عزيزي الطالب وصلنا إلى هذا الفصل الرابع، واضح أمامك المقاييس الإحصائية والجداول المتقاطعة. اللي يهمني أن أركز مباشرة على ما يسمى بالجدول التقاطعي. كل تركيزي الان في المحاضره احاول بقدر الامكان افهمك شلون نقدر نصف المتغيرات الاسميه النوعيه وليس الكميه، الكميه لها اوصاف اخرى عن طريق اعازات اخرى. خلينا نركز الان على الخاصه فقط بالمتغيرات النوعيه، ولاحظ انه وحده من الاعازات الاحصائيه اللي ممكن ان تصف في المتغير النوعي او الاسمي او الرتبي، المهم متغير نوعي، هو ما يسمى بالجروس تاب ديفيشن اللي هو الجداول التقاطعي او الجدول التقاطعي. وما هي الجدول التقاطعي؟ ما هو الجدول التقاطعي؟ خلينا نتعرف على ما هو، ما هي، شنو هو، مين يتكون؟ من نتعرف عليه راح يكون عندنا سهل الاستيعاب وتوضيح ما يتم خروج من اوتبوت معينه من نتائج وتفهمها بشكل جيد، او شنو اللي احنا بنشتغله او شنو بدنا نسويه. اذا هو معرف لي الجدول التقاطعي
هو جدول يستخدم لتوزيع افراد العينه مالتك. خلينا نقول المثال اللي عندنا بالكتاب اللي هو المواضع بمحاضرتك اللي موجوده المعلمين واللي ذكرناه على طول هاي الحلقات المهمه لشرح هذا البرنامج. وهو توزيع افراد العينه الدراسه حسب متغيرين او اكثر. يعني بامكانك ان توزع متغيرين او اكثر. او نعطيك تعريف اخر ايضا يمكنك من عدم الالتزام بالتعريف الاول ايضا. وهو جدول يستخدم لعرض عدد الحالات. نفس الشيء. عرض عدد الحالات يعني المشاهدات. عدد الحالات بين قوسين سميناها تكرارات لان هي فعلا عدد الحالات يتكرر لان هي تكرارات. عدد الحالات التي لها مجاميع مختلفة من قيم متغيرين مصنفين. متغيرين احنا بدنا نشتغل الساعة المتاحة نوضح لكم بقدر الامكان المتغيرين واذا صار مجال ان نوضح اذا كان اكثر من متغيرين. فاذا راح يوضح لك العلاقة لمتغيرين نوعيين سواء اسمي او رتبي يسويها عبارة عن جروس تاب عبارة عن جدول تقاطعي ويشوف العلاقة ما بينه لانه العلاقة ما بين متغيرات كمية ممكن تقيسها في إعازات أخرى وأيضا في الارتباط على وجه التحديد يفيدك أكثر. لكن هنا شلون تقدر تصف العلاقة ما بين متغيرين من خلال حالات وتكرارات ومشاهدات. إذا هذا جدول التقاطع تعريفه واضح. إذا هو جدول يستخدم لعرض عدد حالات أو تكرارات التي لها مجاميع مختلفة من قيم متغيرين مصنفين أو أكثر. شنو مصنفين أو أكثر؟ يعني هو كل متغير له مستويات. الجنس كم مستوى؟ 2. ذكور وإناث. الحالة الاجتماعية كم مستوى؟ ممكن تصل 4 أو 3 أو 2 حسب اختياره. بس هي أعزب، مطلق، أرمل وهكذا، متزوج، 4 حالات على أقل تقدير أو 3. أيضا عندك الجنس ماكو حالتين لا تتجاوز الحالتين مستويين. إذا هي عبارة عن مصنفين أو أكثر، يعني كل متغير بأكثر من مستوى أو مستويين. لازم أكثر من مستويين ولا ما يتحقق الجدول التقاطعي بسهولة. ويمكن أن يرافق الجدول التقاطعي حساب بعض المؤشرات الإحصائية. هذه همينة راح نفيدكم بها إن شاء الله. إذا الجدول التقاطعي للمتغيرين يسموه تو واي جروس تابوليشن. تو واي جروس تابوليشن. الجروس تابوليشن هي الخاصة بالتو واي ويسمى جدول تقاطعي لأكثر من متغيرين هو الملتي واي جروس تابوليشن. هذا هو الملتي واي. طبعا هذا اقصد لو كان عندك أكثر من متغيرين. لا راح نتناول على وجه التحديد المتغيرين. إذا لإنشاء جدول تقاطعي نتبع الخطوات التالية وخذها مني الآن فصاعدا. الاس بي اس اس شفتوه ولاحظتوه اعزائي الطلبه انت وخصوصا مع الاعازات الاحصائيه الان كل اعازه الاحصائيه كلها راح تجي عباره عن خطوات مو مساله شرح هي عباره عن اعازات عباره عن باث مسلك طريق تمشي به عباره عن خطوتين ثلاثه يمكن اقصى اعاز اعقد اعاز يمكن ما يتجاوز 5 او 4 او 6 خطوات. إذا إنشاء جدول تقاطعي اللي هو راح يساعدني في وصف متغيرات النوعية الذكر وليس الكمية النوعية. مثلا من القائمة أنالايز نختار شوف أنالايز وين موجودة في شريط القوائم الرئيسية. هذه القائمة الرئيسية المهمة اللب الأساسية في هذا البرنامج اللي تمثل كل الإعازات الإحصائية فيها الأدفانس وغير الأدفانس. إذا من القائمة أنالايز نختار الديسكريبتيف ستاتستيك الاحصاء الوصفي لان الاحصاء عرفناه في بدايه حلقاتنا هو نوعين وصفي واستدلالي. والوصفي شنو والاستدلالي وضحناه بشكل مفصل. لكن الان الاحصاء الوصفي اللي هو يتناول حقيقه عمليه الجمع وتبويب بيانات وتنظيمها وحساب بعض المؤشرات مثل الوسط الحسابي المنوال الوسيط الانحراف التباين يعني هاي الامور حساب. ولذلك هو يقول لك حساب بعض المؤشرات الاحصائيه. يعني اذا من القائمه انلايز الخطوه الثانيه ايش نختار؟ طبعا انا من دا اشرح واضح امامكم على الشاشه شلون الانلايز منين اختاريناها ومن ثم انتقلت للاختيار الثاني اللي هو ديسكريبتيف ستاتستيك الاحصاء الوصفي. ثم تفرعت قائمه اخرى من الديسكريبتيف ستاتستيك. يعني اذا مو ديسكريبتيف ما ممكن ان تنسد هاي القائمه الامامك
اللي هي تتكون من الفريكونسيز والديسكريبتيف والاكسبلورر والجروس تاب والرشيو والى اخره. عده اختيارات وصفيه تساعدك في وصف المتغيرات النوعيه مالتك سواء اسميه او رتبيه. واضح عزيزي الطالب؟ اذا ننتقل الان وبكل سهوله نوضح ونكمل هذا الاعاز، شلون انشئ جدول تقاطعي. طبعا هنا هو بالحقيقه يمكن ما طاني بعد المثال اللي اريده، هو هنا نريد ننشئ جدول تقاطعي بين الخبره والمؤهل العلمي. شلون اقدر انشئ جدول تقاطعي يوضح لي العلاقه ما بين الخبره والمؤهل العلمي، واثنين هي متغيرات نوعيه وتعرفون هذا الشيء. هذا كل ما تعاملنا وياه سابقا، فهمناكم شنو المتغيرات النوعيه شنو المتغيرات الكميه، واي في بياناتك هي المتغيرات النوعيه واي متغيرات هي متغيرات كميه. اذا لاحظ الان الجدول التقاطعي مطلوب مني ان انشئ متغير الجدول التقاطعي ما بين متغيرين نوعيين اسميين اللي هو المؤهل والخبره الموجوده عندي. حتى تتم هذا الشيء لازم نتبع الخطوات التاليه، وبالتفصيل من القائمه انالايز نختار descriptive statistic، ومن القائمه الفرعيه نختار gross tab كما واضح بالشكل التالي امامك عزيز الطالب. فيظهر لنا مربع الحوار التالي اللي هو مباشره راح انتقل، هذا هو مربعك اللي يبين لك متغيراتك على الجهه اليسار واضحه جدا، الجهه اليمنى هي الاماكن اللي تمكنك من استخدام متغيراتك وين راح تخليها، وهذا يختلف من اعاز الى اخر. فاذا الجروس تاب هذا مربع الحوار اللي بينك وبينه، راح تختار من المتغيرين النوعيه مالتك الموجوده في الداتا فيو في قاعده البيانات. راح تختار المتغير الاول هو المؤهل العلمي، وايضا المتغير الكولوم هو الخبره. هنا انت حر، لو ما احد طلب منك وفرض على ان يكون يجب المؤهل العلمي في الصف، يجوز واحد يجي يقول لك الخبره اريدها في الصف، فشو تسوي؟ تنقل الخبره بالصف والمؤهل العلمي للروم. واذا ما طلب منك انت حر، المهم هي تطلع لك جدول تقاطعي لمتغيرين نوعيين، الا وهو هنا في هذا مثالنا المؤهل العلمي والخبره. اذا لاحظ وكل وضوح وبساطه نلاحظ انه ندخل متغير المؤهل العلمي ونخليه في الصف، ومتغير الخبره ونخليه في الكولوم. ثم هنا اذا ضغطت اوكي راح يطلع تنفيذ صفر، كل شيء ما جدول تقاطعي بس ما بي اي شيء، يعني بعدنا في اختيارات ثانيه. اذا الخطوه الثانيه في الحقيقه نضغط على، طبعا هنا ضاغط على ما واضح امامك عزيز الطالب، اضغط داخل مربع بجانب ديسبلاي كلاستر. وشوف قلت لك الرسومات البيانيه ممكن ما يحتاج تروح الى قائمه التمثيل البياني الخارجيه في الشريط الرئيسي، لا ايضا ممكن ان تجي هنا وتختار الديسبلاي كلاست بار ويرسم لك الرسم اللي تريده لهذه المتغيرين اللي احنا نفسها رسمناها وين؟ هناك في السمبل عندما تطرقنا الى التمثيل البياني. ونلاحظ ايضا انه هنا ضغط وهنا اختيار، يعني اذا ما تريد ترسم لا تضغط، لا تضغط بجانب المربع الواضح عندك امامك الان الديسبلاي كلاستر بار تشارت، لا. لكن المهم جدا ان تضغط على السيل، على اختيار السيل الموجود في الجهه السفليه الحقيقه في اسفل الحوار الصندوق الحواري ما بين الاستاتستيك والفورمات، هناك سيل او سيلز خلايا او خليه تضغط عليها حتى تقدر يطلع لك مربع اخر، ولكن هذا المربع الحوار حقيقه مو مربع حوار اصلي، بل هو راح يكون شنو؟ فرعي، مربع حوار فرعي. وبالتالي عزيزي الطالب راح يطلع لك مربع حوار فرعي، وقلت لك شلون تعرف مربع حوار فرعي؟ اذا شفت هناك كونتينيو، لان كونتينيو تدل على انك انت مو هذا المربع الحوار النهائي راح تقدر تنفذ من عنده، لا، هذا تنفيذ اعازات اخرى فرعيه انت تريدها. فنلاحظ اوتوماتيك من طلع مربع حوار شو مشير اول اختيار الكاونتس، يعني هنا التكرارات اللي راح تصير، المشاهدات، الحالات اللي راح ينتج لك اياها المتغير الجدول التقاطعي. فاول اوتوماتيك مؤشرين على الاوبزيرف، الاوبزيرف هي المشاهدات الموجوده عندك، المشاهدات الموجوده وتتعامل وياها، راح يطلع لك عندك 10 معلمين او 20 معلم، راح يسوي هل 20 معلم
راح يسوي لها اوبزيرف، راح يسوي لها حالات، راح يسوي لها تكرارات، يحطها وين كل معلم راح يحطها بالخليه المناسبه له. كل مجموعه معلمين راح يحطهم بالخليه المناسبه، بحيث هاي الخليه راح تمثل عمليه تقاطع ما بين متغير الخبره ومتغير الشهاده اللي هو المؤهل العلمي. فهنا راح نوضح طبعا هذا في شيء كبير، راح من راح يطلع جدول غاز تكون امور واضحه ونفهم شنو معنى الكلام اللي دا اتكلمه الان. اذا تختار اوبزيرف، والاوبزيرف اجباري لانه انت تريد تكرارات، فاكيد اجباري اوتوماتيك البرنامج طلع لك اياها وموجود، انا ما دخلت. لكن اذا ردت جوا اكسبكتد هو الجانب النظري، ما هو متوقع، مو الفعلي للعينه. العينه فعليا هي مثلا عندك 20 معلم، راح يجيب لك 20 معلم ويوزعها الخلايا في مجموعه 20 معلم، لكن المتوقع هو جانب نظري ما اريد اسب لي الان، بس اريد اركز واسلط الضوء وافهمك على انه كيف تصف متغير نوعي او متغيرين نوعيين او اكثر متغيرات اسميه، شلون توصفها على شكل جدول تقاطعي. الاختيار الاخر اذا احد طلب منك انه تطلع نسبه المعلمين في مثالنا هذا في داخل كل خليه وايضا على مستوى كلي. يعني هنا شوف عندي ثلاث نسب ناطيك، الرو على مستوى صف وعلى مستوى الكولوم وعلى مستوى التوتال، يعني نسب مختلفة. راح نشوف شنو معنى هذا، هم اختاريناها حتى نشوفها ونفهمكم هذا الاختيارات وهاي الاوبشنات. اذا عزيزي الطالب بعد ذلك، بعد ان اختارينا البرسنتج النسب المئوية واختارينا الاوبزيرف الكاونتس، وباستطاعتك الان ان تضغط اوكي، لا ان تضغط كونتينيو حتى ترجع من المربع الحوار الفرعي الى المربع الحوار الاصلي، ومن ثم تضغط اوكي. من هنا تضغط من المربع الحوار الاصلي وليس من هنا من مربع الحوار الفرعي، فتظهر النتائج الامامك التالية. اول نتيجة تطلعها هي السمري، ملخص بسيط يقول له انت راح اجمع عينتك 10، وفعلا عندنا 10 معلمين. والمؤهل العلمي نجمة، علامة نجمة في الخبرة، يعني انه انا راح اسوي تقاطع ما بين المؤهل العلمي والخبرة مثل ما هو طلب او احنا طلبنا من عنده. وهاي كلها سمري، فشيء وصفه، احصائيات وصفيه للعينه، انه حجم عينتك ايش قد؟ 10. النسبه مالتها 100% هي النسبه الكليه الموجوده وهكذا. اذا هذا هو الجروس تاب، النتائج الفعليه مالته شوف راح انتقل، هذه هي النتائج، هو هذا الرسم اللي اختاريته، وهذا الرسم نفسه احنا راسمين وين؟ بتمثيل البياني سابقا تناولناه في الفصل الثالث. لاحظ؟ اذا الجروس تاب واضح امامك عزيزي الطالب، هو يمثل عبارة عن جدول تقاطعي مؤلف من الصفوف اللي هم متغير النوعي الدبلوم المؤهل العلمي، المؤهل العلمي والمؤهل العلمي عندك في عينتك مال المعلمين بها مستويين فقط، الدبلوم والبكالوريوس فما فوق فقط اثنين، بينما نلاحظ في الأعمدة فوق الخبرة اللي انت خليتها في المربع الحواري الخبرة بالكولوم، يعني تمثل الأعمدة، شوف الخبرة وين تظهر على شكل أعمدة، بينما المؤهل العلمي على هيئة صفوف أفقي، بينما الخبرة على شكل أعمدة عمودي. ولكن لاحظ الخبرة كم مستوى بي؟ مو مستويين، ثلاثة، هي عينتك موجودة بالخبرة، أنت متناول خبرة المعلمين لأقل من 5 سنوات ومن 5 إلى 10 وأكثر من 10. إذا لاحظ هاي متغيرات نوعية عزيز طالب، بشكل وضوح سوينا لها متغير جدول تقاطعي يوصف المتغيرات النوعية مالتك الاثنين، طبعا على مستوى هذا طبعا تو واي جروس تابليشن. راح نوضح او نفسر كل رقم موجود في الخلية، نجي على الخلية الأولى او بكل بساطة وراح تفهم باقي الخلايا على هذا الأساس. الخلية الأولى تتضمن رقم اثنين، شنو معنى الاثنين؟ الاثنين معناته أن هناك اثنين معلمين عندك بعينتك، عندك 10 معلمين، انه اثنين شهادتهم هم شنو؟ دبلوم، ضاوا على جانب الصف الافقي، بنفس الوقت هم خبرتهم ايش قد؟ اقل من 5 سنوات، اعتقد واضح. نعيد رقم اخر، خلينا نستفاد، نوضح اكثر هاي العمليه. شوف لي رقم 3 في الصف الثاني، الخانه الوسط، الصف الثاني الخليه الوسطى، لاحظ رقم 3. ثلاثة تعني انه هناك 3 معلمين هم بكالوريوس شهادتهم فما فوق، بنفس الوقت خبرتهم كانت من 5 إلى 10 سنوات.
واضحه عزيزي طالب. اذا الارقام اصبحت واضحه عندك. لا خلينا نجي نوضح لك النسب. نرجع للخليه الاولى. ايش تعني 50%؟ طبعا هو موضح لك شنو معنى النسبه مئويه وذن مؤهل علمي. يعني بما معنى انه هاي النسبه الاولى دائما النسبه الاولى الصف الاول مع النسب هو يمثل النسبه للصفوف، بينما الصف الثاني يمثل النسبه للاعمده. واضحه جدا. ولذلك هسه راح نفسرها. يمن قلنا انه هناك اثنين معلمين، فبالنسبه للصف معناتها هالاثنين ايش قد نسبتهم المئويه بالنسبه للعينه للصف فقط؟ بالنسبه للصف فقط اتذكر انه 50% من المعلمين اللي هم اثنين، اللي هم رقم اثنين معلمين اثنين، 50% من المعلمين هم شهادتهم دبلوم، بنفس الوقت خبرتهم شنو؟ اقل من 5 سنوات. لكن هاي ال 50% منين طلعت؟ طلعت من تقسيم 2. تعرفون النسبه هو الجزء على الكل، ف 2 على 4 اللي هو مجموع الصف. واضح عزيزي الطالب؟ اللي هو مجموع الصف، ومجموع الصف 4، فاذا 2 على 4 0.50، نص في 100 50%. اذا اصبحت واضحه النسبه عندنا انه 50% من المعلمين هم شهادتهم دبلوم، وفي نفس الوقت خبرتهم اقل. تلاحظ احنا نقوم كل عمليه ديسكربتيف صار وصفي، ولكن عن طريق ما يسمى بالجداول التقاطعيه جروس تاب، وده يوصف شنو؟ متغيرات وصفيه نوعيه مو كميه، لان ده يسوي لي حالات. وذاك الاوبزيرف اللي قلت لك عليه هو التكرارات، هو الاثنين اللي طلع لك اياها. ننتقل للخليه اللي بجانب الاثنين. هو رقم 1 ايش تعني؟ انه هناك معلم واحد شهادته شنو؟ دبلوم، وبنفس الوقت خبرته من 5 إلى 10 سنوات، لكن نسبته المئويه ايش قد؟ 25. هل 25 شنو؟ 25 حقيقة هي تمثل نسبة الصف، أي 1 مقسومة على 4. لكن إذا تلاحظ الصف الثاني هو نسبة الأعمدة، أي أن هناك إذا تلاحظ الخلية الأولى النسبة 100%، هاي منين جت 100%؟ جت من الجزء على الكل، قسمنا مو 2 على 4 مجموع الصف، لا هنا مجموع الأعمدة، لأنه الصف الثاني ما النسب هي تخص نسب المئوية بالنسبة للأعمدة، فلازم أقسم على مجموع العمود، فإذا 2 على 2 1 في 100 1 100%. وهكذا تفسيرنا لباقي الحالات. نحاول أيضا الحلقة القادمة أعزائي الطلبة أن نرجع نوضح الجدول التقاطعي هذا هو وتفسيراته والرسم أيضا بشكل تفصيل أكثر مما ذكرناه الآن مع الشرح هذا الواضح أمامكم، قبل أن أنتقل إلى إعاز وصفي، إعاز إحصائي يساعدنا على وصف متغيرات اسمية أو نوعية أيضا متنوعة ومختلفة عن ما يسمى بالجروستاب أو الجدول التقاطعي. إلى هنا عزيزي طالب أنهي الحلقة 13، على أمل لقاء بكم في الحلقة 14 لنكمل الإعازات الإحصائية المهمة المختلفة والمتنوعة ضمن هذا البرنامج. وإلى هنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.